بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الشهادة السودانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس السابق تحدثنا عن نظرية الهونيوس وتعريفها للحمض والقاعدة. مواصلة في هذا الدرس لنظرية الهونيوس، نلاحظ أن هنالك بعض المواد لا يدخل في تركيب الهيدروجين، ما فيها هيدروجين، لكنها تسلك في الماء سلوك أحماض الهونيوس. ودي مثل أكاسيد اللافلزة، أنا معظمها أكاسيد حمضية، ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ثالث أكسيد الكبريت، دي تذوب في الماء مكون أحماض، ثم تتأين منتجة أيونات الهيدرونيوم. يجيك في سؤال في امتحان الشهادة يقول لك بمعادلة كيميائية مثل لمادة لا يدخل في تركيبها الهيدروجين ولكنها تسلك في الماء سلوك حمض الهونيوس، مثلا ثالث أكسيد الكبريت. طبعا تجيب الموية، هونيوس زائد H2O، بنتج H2SO4، حمض الكبريتك H2SO4. عشان كده ثالث أكسيد الكبريت يسموه انهيدريد لحمض الكبريتك، H2SO4 عفوا، انهيدريد لحمض الكبريتك. والانهيدريد هو اكسيد لافليز يذوب في الماء منتج الحمض، يقوم حمض الكبريتك في الماء يتعين، وقلنا حمض الهونيوس بيدينا شنو؟ هيدرونيوم H3O بلس زائد ايون سالب اللي هو HCSO4 ماينس. ثاني اكسيد الكبريت يتفاعل مع الماء منتجا حمض الكبريتيك، حمض الكبريتيك يتعين في الماء منتجا هيدرونيوم زائد HCSO4 ماينس. أو ممكن تكتفي معادلة واحدة، يعني تجمع المعادلتين، يعني بعدين في الحل يا إما تحل معادلتين أو معادلة شنو؟ واحدة. أنت تجمع عند جمع المعادلتين H2SO4 مع H2SO4 بروح ليه؟ لأنه هنا ناتج وهنا متفاعل، فبتقول شنو؟ SO3 زائد H2O زائد H2O 2H2O ينتج هيدرونيوم زائد HCSO4 ماينس. تكتب الهيدرونيوم وهنا SO3 تبقى HCSO4 ماينس، لأنه أصلا يتفاعل مع المول الأول الداني حمض الكبريتيك، معناها بتصير ليش شنو؟ كبريتات هيدروجينية. مثال آخر، مثلا ثاني أكسيد الكربون زائد 2H2O حمض ضعيف، عملنا سهمين، تكتب هيدرونيوم زائد، والله نفسه ده حيتفاعل مع المول الأول بيديني حمض الكربونيك، يبقى زائد بي كربونات HCO3 ماينس. يبقى دي مواد مالها لا يدخل في تركيبها شنو؟ الهيدروجين، ولكنها تسلك في الماء سلوك أحماض الهونيوس، يعني منتج شنو؟ أيونات الهيدروجين. بالمقابل هنالك مواد لا يدخل في تركيبها أيون الهيدروكسيد ولكنها تسلك في الماء سلوك قواعد الهونيوس، ودي زي أكاسي شنو؟ الفلزات، أكسيد الصوديوم، أكسيد البوتاسيوم، أكسيد الكالسيوم، بالإضافة لغاز الأمونيا، غاز النشادر، الغاز القاعدي الوحيد.
يقول لك بمعادلة كيميائية ما في لمادة لا يدخل في تركيبها أيون الهيدروكسيد ولكنها تسلك في الماء سلوك قواعد أرهانيوس. مثلا أكسيد الصوديوم تفاعل مع الماء ينتج قاعدة هيدروكسيد الصوديوم. شوف أكسيد الفلز بيديك قاعدة، أما أكسيد اللافلز أنتج لنا إحنا نوزن المعادلة نضرب هنا في 2. ده في الماء بيحصل له شنو؟ بيتأين بيدينا ال A بلس و H ماينس، ال A بلس زائد 2 و H ماينس، خلاص ادانا هيدروكسيد معناه سلك في الماء سلوك قواعد أرهانيوس. أكسيد الكالسيوم زائد ماء لأنه أكسيد فلز هيديني قاعدة هيدروكسيد الكالسيوم CaOH by 2. ده في الماء بيتأين بيديني Ca plus 2 زائد 2OH minus. كذلك غاز المشادر NH3 في الماء ولأنه قاعدة ضعيفة عملنا سهم هيتفاعل مع H بلس من الماء بيديني NH4 بلس زائد هيدروكسيد زائد هيدروكسيد. يبقى دي مواد لا يخلو في تركيبها شنو؟ الهيدروكسيد ولكنها تسلك في الماء قواعد أرهانيوس. أما مفهوم التعادل عند أرهانيوس هو تفاعل الحمض مع قاعدة لينتج ملح وماء، لينتج ملح وماء. حمض أرهانيوس HX زائد MOH قاعدة أرهانيوس تديني الملح MX، طبعا الملح بيتكون من شنو؟ شق قاعدي وشق حمضي، من أيون موجب وأيون سالب، والـ OH مع الـ H تدينا H2O. كمثال حمض الهيدروكلوريك HCl زائد هيدروكسيد الصوديوم بيديني كلوريد الصوديوم زائد H2O. بنهاية هذا الدرس تعرفنا على أن هناك بعض المواد لا يدخل في تركيب الهيدروجين ولكنها تسلك في الماء سلوك أحماض أرهانيوس أي تنتج أيونات الهيدرونيوم، وأيضا هناك مواد لا يدخل في تركيبها الهيدروكسيد أيون الهيدروكسيد ولكنها تسلك في الماء سلوك قواعد أرهانيوس أي تنتج هيدروكسيدات. وتعرفنا على مفهوم التعادل عند أرهانيوس. إلى أن نلتقي في حصة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.